نواصل تقديم نشرة سوريا اليوم. تجهد المعارضة في تنظيم مخافر الشرطة لضمان الأمن العام في المناطق المحررة، خصوصا في جسرين بالغوطة الشرقية لدمشق التي عاشت تجارب مميتة مع كيميائي النظام. على عجل يتنادى عناصر مخفر جسرين في الغوطة الشرقية عندما يتم تبليغهم عن شكوى من قبل سكان المدينة، ذلك بعد أن اجتمع قادة ألوية وكتائب الجيش الحر العاملة في المنطقة. اجتمعوا على اختيار مجموعة من الثوار لينخرطوا كعناصر شرطة بعد أن يخضعوا لدورة مكثفة وينجحوا فيها. أما المهمة فهي ملء الفراغ الأمني الحاصل بعد تحرير المنطقة من نظام الأسد. المخافر هي أسسة لحماية الأعراض والممتلكات العامة والخاصة، وبالتالي بفضل الله ومساعدة جميع الألوية والكتائب الموجودة في مناطقنا المحررة تم إنشاء مخفر جسرين، وأثبت جدارته ووجوده على أرض الواقع بفضل الكثير من الخلافات والكثير من المشاكل التي تأتي إلى المخفر. لم يكن تشكيل المخفر مجرد خطوة عفوية هدفها الوقوف في وجه اللصوص والمجرمين، بقدر ما كان خطوة مهمة على طريق التأسيس لدولة سوريا المستقبل، إذ يتبع عناصر المخفر لقوى الأمن العام الثورية التي تعتبر كنواة وزارة داخلية كما يصرح رئيس المخفر. كان لبدء عمل المخفر وقعا إيجابيا لدى سكان المنطقة الذين لجأوا إليه لتسجيل شكاويهم وحل خلافاتهم الناشئة. كان شعورهم بالرضا بعد أن لمسوا وجود من يدافع عنهم ويحمي ممتلكاتهم. من جانبهم يعرف عناصر المخفر حجم المهمة الملقاة على عاتقهم. كل الغوطة الشرقية إجمالاً، يعني في من السلسلية، في من الحرمية، في المشاجرة، كل هي المشاكل نحن كمان بنتحقق منها. اللي بيطلع بريء بروح، اللي بنكبشه من مع الطاغية بشار بعدين انشقاقه وبيبعد عن الطاغية بشار. الحرامية اللي بيطلع بريء بيروح، اللي بيكون حرامي مثبت عليه فبينحكم. عندما يدحر جيش الأسد من منطقة ما تتحول بسرعة إلى خلية عمل يشارك أبناؤها في إعادة تنظيمها وتذليل الصعاب أمام تلك الغاية. في الغوطة الشرقية لم يكن طريق تشكيل المخفر وبدء عمله مفروشا بالورود، بل كانت أمامه مصاعب كثيرة ومعوقات كثيرة أيضا، إلى أن تم التوصل إلى إنشائه وتحديد آلية عمله.